بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل مع بعض حل أسئلة كتاب المدرسة على الفصل الأول. المسألة رقم 3 بيقول لك دايرة كان موضحة في شكل 9-5، والشكل ده أحد الأشكال الموجودة في جزء الشرح. تتكون من بطارية 15 فولت. تعالوا نكتب البيانات ديت علشان ناخد البيانات ديت ونروح نبص على الرسمة اللي هو قايل لي عليها. هو في البيانات اللي قدامي دي بيقول لي إن البطارية بتساوي 15 فولت، وقال لي ان المقاومه الخارجيه ب2.7 اوم، يعني الار بتساوي 2.7 اوم. وقال لي اذا ومفتاح، طبعا في مفتاح في الدايره، اذا كانت المقاومه الداخليه للبطاريه ب3 اوم، يعني الار سمول بتساوي 3 اوم. احسب لي قراءه الفولتميتر والمفتاح مفتوح، قراءه الفولتميتر والمفتاح مغلق. طبعا بفرض ان مقاومه الفولتميتر لا نهائيه، يعني ان الفولتميتر مقاومته ما لا نهايه، يعني ان الفولتميتر مش هيمر في تيار. تعال نبص على الشكل 9-5 اللي هو يقصده علشان خاطر نشوف شكل المساله عامل ازاي، علشان خاطر في ملحوظه على المطلوب الاول انا عايز اقول لكم عليها، لان كده يعتبر فيها خطا. تعال نبص على الرسمه ونحل المساله بصوره عاديه جدا، وبعدين نرجع نبص على النتائج اللي مكتوبه قدامنا هنا. شكل 9-5، ادي الشكل 9-5 زي ما هو مكتوب او زي ما هو مرسوم في كتاب المدرسه. وهو مرسوم في كتاب المدرسه في هنا خطا صغير. ليه بقى؟ لان هو حط لي فولتميتر على المقاومه وما حطليش فولتميتر على البطاريه، في حين ان هو كان بيشرح قانون اوم للدوائر المغلقه زي ما هو موضح في كتاب المدرسه. بيقول ان الفي بتساوي في بي ناقص اي ار. طب هو مين الفي ده؟ الفي ده اللي هو فرق الجهد على البطاريه. فكان من الاولى ان هو يحط لي كمان فولتميتر على البطارية علشان يكتب منه قانون اوم للدوائر المغلقة اللي هو في بتساوي في بي ناقص اي ار. القانون ده ما يجيش الا اذا كنت انا موصل فولتميتر هنا كده في المنطقة دي كده، خلاص في الجزء ده كده. انا هوصل هنا فولتميتر واسميه وليكن في واحد، وهعمل حاجة حلوة، انا هحسب قراءة الفولتميتر في وقراءة الفولتميتر في واحد في الحالتين، مفتاح مفتوح والمفتاح مغلق. ومن هنا في ملحوظة صغيرة، لان انا عارف ان في ناس كتير جدا عندهم عقبه في السؤال ده بالتحديد في الفصل الاول، اللي هو سؤال او ازاي الناس تحل السؤال اللي بيقول او اللي بيجي فيه ان في مفتاح في الدايره او اكتر من مفتاح في الدايره، ويطلب منك تطلع قراءه الاجهزه سواء كان فولتميتر او اميتر في حاله اذا كان المفتاح مفتوح او المفتاح مغلق. النوعيه دي من المسائل بتحتاج ان انت تكون فاهم شويه اساسيات كويس جدا. طب الاساسيات دي هتجيبها منين؟ انا طبعا مش هعيد شرحها هنا تاني، لان اوريدي انا شرحتها مره قبل كده، وبالتالي الناس علشان تسمعها كويس هتروح تسمع الجزء رقم 38 في شرح الفصل الاول. في الجزء ده بالتحديد يا جماعه انا شرحت الاسئله دي بالتفصيل الممل، وفي تركه فيها مهمه جدا 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 وخطيره للاسف، لازم الطلبه تاخد بالها منها، وانا كل ما اكتب السؤال بتاعها على السبوره للطلبه الاقي الطلبه بيغلطوا فيها. فطبعا في المراجعه ستفناها وعرفنا ان احنا نهندسها بحيث ان لما يجي السؤال الطلبه تعرف تتعامل معاه بصوره كويسه جدا. الموضوع مش صعب ولا معقد ولا حاجه، بس الفكره في التركه اللي موجوده فيه. فالناس لازم تروح تسمع الفيديو رقم 38. طبعا اللي هيسمع الفيديو هيقدر يحل المساله ديت سواء اي شكل، سواء جت باي شكل من الاشكال الناس هتعرف تتعامل معاها ان شاء الله بسهوله. اسهل الاشكال هو الشكل اللي قدامك ده. انا هعيد رسم الرسمه ديت هنا بحيث نوضح الموضوع شويه. عندي مقاومه خارجيه وعندي بطارية. البطارية ديت معاها لها مقاومة داخلية. فأنا هعمل إيه دلوقتي؟ أنا هعمل حاجة حلوة. هوصل فولتميتر على المقاومة الخارجية. آدي الفولتميتر اللي هنسميه V زي ما هو متسمي في كتاب المدرسة. وهوصل هنا فولتميتر تاني وهسميه V1. والمفروض إن أنا دلوقتي البطارية هنا ب15 فولت زي ما هو قال لي في المسألة. وقال لي إن الآر الداخلية ب3 أوم معطى في المسألة. وقال لي ان الار الخارجيه ب2.7 اوم، والراجل عايز ايه؟ قراءه الفولتميتر. طبعا ممكن في نفس الوقت يطلب قراءه الاميتر، يعني ممكن يوصل لك اميتر هنا ويطلب قراءته عادي جدا، الموضوع سهل وبسيط. وطبعا اتمنى ان قبل ما تسمعوا حل المساله دي تروح اسمع الفيديو، يعني اسمع الفيديو وتعالى. ليه؟ لانك انت هتلاقي المساله دي بعد كده تتحل بمجرد النظر ان شاء الله. طبعا المفروض الحاجات دي بتعمل لها جدول، انا هعمل لك جدول بسيط كده يوضح لك العلاقات علشان الناس تفهم الموضوع بسهوله. ادي الجدول. الجدول ده بتعمل فيه 3 اعمده هتحط فيهم القوانين اللي انت تحسب بيهم الاجهزه. عندك كام جهاز؟ قياس 1 2 3، ادي 1 وبعدين 2 3. هقول هنا الاميتر،
الاميتر مهم جدا تحسبه في الاول، وبعدين اقول الفي وبعدين اقول الفي واحد. هنا قبل يعني قبل غلق المفتاح، وهنا بعد غلق المفتاح، يعني هنا المفتاح مفتوح وهنا المفتاح مغلق. طب تعالوا نحل يا جماعه. لو انا عايز احسب التيار في الدايره الموضحه قدامي دي، عايز احسب التيار فيها، ده قانون اوم للدايره المغلقه. القانون بيقول ايه؟ بيقول في بي على ار زائد ار. بس خد بالك بقى، انا هشطب الكلام ده كله واكتب صفر. ليه؟ ما هو المفتاح مفتوح اساسا، فبالتالي طالما المفتاح مفتوح، طبعا في مفتاح هنا نسيت ارسمه في الاساس يعني، فطالما المفتاح ده مفتوح يبقى الدايره مش هيمر فيها تيار، فالتيار بصفر. طب لو المفتاح مقفول، لو الدايره مقفوله، هيبقى القانون ده هو اللي يحسب لك قيمه التيار، في بي على ار زائد ار. فلو هو طلبه مني في المساله ممكن احسبه له بمجرد النظر، فهاجي اقول له ساعتها ان الاي بتساوي في بي على ار زائد ار، هتساوي الفي بي ب 15 فولت على الار ب 2.7، الار سمول ب 3 من 10، هيطلع 15 على 3 هيساوي 5 امبير. كده جبت التيار الكلي اللي مار في الدايره. طب عايز قراءه الفولتميتر في. الفولتميتر في بيقيس فرق جهد على ايه؟ على مقاومه. القانون بتاع فرق الجهد على مقاومه معروف يا جماعه، اللي هو اي في ار. طب اي في ار الاي بكام؟ بصفر. يبقى قراءه الفولتميتر ده قبل غلق المفتاح، يعني والمفتاح مفتوح، قراءه الفولتميتر ده بيساوي صفر. ليه؟ لان القانون بتاعه بيقول اي في ار والاي بصفر. طيب لما اجي احسبه بعد هكتب له القانون على طول مباشره اي في ار. خد بالك انا بكتب ده ليه وبحل بالارقام ليه؟ انا بكتب ده على اساس انه ممكن يجيب لك رسمه ما فيهاش ارقام ويقول لك اكتب القوانين بس بالشكل اللي قدامك ده كده، وممكن يجيب لك رسمه فيها الارقام، وبالتالي انت علشان تحل وتجيب النتائج اللي هو عايزها لازم تكون عارف القوانين اللي في الجدول دي. فطبعا القوانين ديت مش جديده، يعني مش ما تفكرش انت تحفظ الجدول ولا حاجه، لا ده القوانين دي انت عارفها. فرق الفولتميتر ده متوصل على مقاومه، الفولتميتر ده متوصل على مقاومه، فيبقى فرق الجهد على مقاومه اي ار. الفولتميتر ده متوصل على بطاريه، ففرق الجهد عليه في بي ناقص اي ار بس. فالفي واحد هيقرا هنا في بي ناقص اي ار، وهيقرا هنا في بي بس. ليه؟ لان هنا الاي بصفر، فاقول له ناقص اي في ار، الجزء ده اصلا بصفر لان مفيش تيار هيمر لان الدايره مفتوحه. فهو هنا هيقرا في بي اللي هي ب 15 فولت، وهنا هيقرا مين يا جماعه؟ هيقرا في بي ناقص اي ار. طيب تعالوا كده نحسب بقى الارقام ديت بسهوله. هاجي اقول له كده الفي قبل بتساوي صفر، الفي بعد هتساوي اي في ار، اهي بتساوي اي في ار، اهي يا جماعه اي في ار. طب هاجي اقول له كده الاي بكام؟ احنا حاسبينها ب 5 امبير، هتساوي 5 امبير. في الار بكام؟ ب 2.7 من 10 اوم، هيساوي كام الكلام ده؟ هيساوي 13.5 فولت. طب تعالوا نحسب بقى، ركزوا معايا. في واحد قبل، يعني قبل ما اغلق المفتاح، في واحد اصلا القانون بتاعها في بي ناقص اي ار، قبل ما اقفل المفتاح كان دي بصفر لان التيار بصفر، يبقى هيساوي في بي، يبقى هيساوي 15 فولت. طب في واحد بعد، يعني فرق الجهد على البطاريه بعد ما وصلت الدايره، يعني بعد ما قفلت المفتاح، هيساوي في بي ناقص اي في ار. الفي بي بكام؟ ب 15 ناقص الاي بكام؟ ب 5، في الار بكام؟ ب 3 من 10. تحسب الكلام ده هيديك، هقول له كده 15 ناقص 5 في 3 من 10، الكلام ده هيساوي 13.5 فولت، هيساوي 13.5 فولت. طب ايه التركه اللي هنا بقى؟ ركزوا معايا. في كتاب المدرسه، في كتاب المدرسه زي ما هو موضح قدامكم كده، الراجل كان بيقول لك هات لي قراءه الفولتميتر في. احنا طلعنا قراءه الفولتميتر في قبل بصفر وطلعناها بعد ب 13.5. طيب ركزوا معايا بقى، قراءه الفولتميتر في واحد اللي هو متوصل على البطاريه اللي هو اصلا مش موجود هنا، طالع قبل ب 15 وبعد ب 13.5، اهو ده اللي الراجل كان يقصده في السؤال بتاعه، لان هو في السؤال بتاعه كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك هات لي قراءه الفولتميتر قبل وبعد غلق المفتاح. تمام كده؟ فهو كتب لي حتى النتائج اللي هو كتبها لي، كتبها لي كام يا جماعه؟ ادي النتائج اللي هو كاتبها، كاتب لي 15 و13.5. طيب لو بصيت على الرسمه، لو بصيت على الرسمه كده هلاقي ان الفولتميتر ده ما بيطلعليش 15 و13.5، هو بيطلع لي 0 و13.5. مين اللي بيطلع لي 15 و13.5؟ الفولتميتر على البطاريه اللي هو 15 و13.5. فالمفروض فعلا ان كان لازم يبقى في فولتميتر متوصل هنا، وديت حاجه يعني ناقصه في كتاب المدرسه. فانا قلت احل لكم ده واحل لكم ده واحل لكم كمان الاميتر اللي هو متوصل ده عشان الناس تبقى عندها فكره عن المساله في بصورتها العامه. طيب ده كده كان احد الاسئله اللي موجوده في كتاب المدرسه.
إن شاء الله هنعمل فيديو كمان للأسئلة اللي جاية. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.